روحي تحبك غصب عني تحبك، والمشكلة حبك بروحي جرحني. وإذا شكيت تقول إيش كان ذنبك، ذنبي هويتك يوم حبك ذبحني. أعزائي المشاهدين، يا هلا ويا مرحبا فيكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لوحات شعبية. لو يبور الملأ ما حسب حبيبي يبور. لو يبور الملأ ما حسب حبيبي يبور، واحسب اني يموت ولا يموت الوفا، واحسب انه على هاك المودة غيور، ما احسب ان شاع اللي بقلبه طفى. كيف يا نور عيني، كيف يا نور عيني، وانت للعين نور، يختفي نور وصلك في ظلام الجفا. اثر قلبك على فرق الولايف جسور، واثر طرفك الى سهرة عيوني غفا. وين هاك الونين، وين هاك الونين اللي يشق الصدور، وين هاك الدموع اللي تشق الصفا. أثر قلبك على فرق الولايف جسور، وأثر طرفك إلى سهرة عيوني غفا. وين هاك الونين اللي يشق الصدور، وين هاك الدموع اللي تشق الصفا. كل حي إلى دارة لياله يدور، وكل قلب إلى عفة عروقه عفا. والقلب انتوالت فوق جرحه كسور، كن جرح الهوى يا صاحبي ما كفى. ألتمس لك عذر، ألتمس لك عذر، لو كان ما أنت معذور، وإن جحدت المودة بان لك ما خفى. راجع بشوقي ولهفتي من غربتي، راجع لربعي وديرتي ومحبوبتي، راجع بشوقي ولهفتي من غربتي، راجع لربعي وديرتي ومحبوبتي. داير بعين الحيرة وسط الزحام، داير بعين الحيرة وسط الزحام، ودي ألاقي عيونها عيونها، وابدأ معها بالكلام انتظر. في لحظة ضلت من بعيد من بعيد، مزيونة وأحلام من القمر، وفهمت منها ما تريد ما تريد، وأنا بشوقي انتظر. يا فرحتي محبوبتي يا فرحتي، نساني قربك غربتي يا فرحتي، ويا فرحتي محبوبتي.
فرحتي نساني قربك غربتي يا فرحتي داير بعين الحايرة وسط الزحام داير بعين الحايرة وسط الزحام ودي ألاقي عيونها عيونها وابدا معها بالكلام بالكلام الصحاب والخوف من نظرة عتاب ونسيت في لحظة الصحاب والخوف من نظرة عتاب بعينها أقرى سؤال وأرد أنا بعين بعينها أقرى السؤال وردنا بعين الجواب من حظنا ما حد درى ولا عرف باللي جرى من حظنا من حظنا ما حد درى صارت عيون الحايرة وسط الزحام تشوف في نظراتها نظراتها أحلى 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 كلام أحلى كلام عزيزي المشاهد نلتقي هذا الأسبوع بأحد شعرائنا المعروفين على الساحة المحلية وأحد معدي ومقدمي برامج ديوانيات شعراء النبط وسبقنا في فترة الإعداد التقديم فهو معد ومقدم برامج لما يقارب 13 سنة قدم برنامج ديوانيات شعراء النبط في التلفزيون وبرنامج ركن البادية في الإذاعة ولا يزال في طور الإعداد والتقديم فهو يقدم برنامج أحلى القوافي في الإذاعة الكويتية باسمك عزيزي المشاهد نرحب بالشاعر المعروف شنوف الهرشاني مساك الله بالخير أبو جاسم الله بالخير أخي حمد يا هلا ويا مرحبا فيك في برنامجك لوحات شعبية ألبقى أخي حمد وأنا بدوري بصراحة أشكرك على هذا الكلام الطيب وعلى هذا الإطراء الجميل اللي يتمنى إن شاء الله أن يكون عند حسن ظن المشاهد مثل ما ذكرنا أبو جاسم أنت الحقيقة منت غريب على المشاهدين فلك خبرتك الإعلامية في مجال الشعر النبطي لكن لازلت تقدم برنامج أحلى القوافي اللي مستمر في إعداده وتقديمه نعم فهو يقدم في يوم الجمعة هو يقدم يوم الجمعة الساعة 9:30 نعم مساء 9:30 مساء أيوة مادة البرنامج ما أدري أبو جاسم مادة برنامج أحلى القوافي مادة البرنامج طال عمرك كان بعد الغزو اي نعم ابتدينا في أحلى القوافي كبرنامج وثائقي اي نعم فجمعنا فيه تقريبا مثل ما انت عارف ان بعد الغزو كانت المكتبة فاضية فجمعنا فيه تقريبا 59 حلقة عن شعراء متوفين ومعاصرين اي نعم ووثقناها لهم
الحلقة طبعا تتكلم عن الشاعر من إلى، سواء المتوفي رحمه الله نتكلم عن بدايته لما انتهى، نعم. والمعاصر ناخذ عن سيرته. أيوة عن سيرته، والمعاصر ناخذ أحلى قوافيهم طبعا الشعراء الموجودين، موجودين والمتوفين، حتى يكون البرنامج اسم على مسمى، وفي مشاركة للشعراء، وفي مشاركة طبعا. فبعد ال 59 حلقة اللي وثقناها، نعم، انتقل البرنامج طبعا لطور آخر اللي هو المنوع، فصار برنامج منوع، ورسائل طبعا تردنا، وكذلك قصائد نختارهم حنا، إضافة إلى بعض اللقاءات مع الشعراء الشباب أو الشعراء المعاصرين. وفي رسائل للبرنامج طبعا، الرسائل جينا والله الحمد بكم هائل، ونتمنى إن شاء الله أن نكون دائما عند حسن ظنهم من برا ومن داخل. فالرسائل طبعا تجينا من الكويت ومن دول مجلس التعاون، إضافة إلى بعض الدول العربية. أبو جاسم، قبل نسألك عن قصيدك، ولك الكثير من القصائد، أعتقد أنك أيضا لك إصداراتك الأدبية، صدر لك ديوان شنوف الهرشاني. صدر لي طال عمرك ديواني الأول، وديوان شنوف الهرشاني، وعدت طباعة الديوان، وطبعا ضفت عليه بعض القصائد، إضافة إلى هناك ديوان يحمل شعراء من دول مجلس التعاون، اسم الديوان شعراء من دول مجلس التعاون، وهو يضم تقريبا ما يناهز 40 شاعر جمعناه طبعا من خيرة شعراء، من خيرة شعراء الحقيقة. وديوان صراحة تشكر عليه، يعني ديوان قيم، ما أدري يعني أنت اخترت من البحرين ومن قطر ومن الإمارات ومن عمان، اخترت كبار الشعراء، اخترنا كبار الشعراء من جميع، بالإضافة إلى عندنا أيضا من شعراء كبار، من شعراء مرشد وتبيناوي وسمير، وخذيت أنت فعلاً من شعراء كبار أيضا الكثير، حمود الناصر البدر، الكثير من الشعراء أعتقد أنك وثقتهم في هالديوان. أبو جاسم الحقيقة شاعر، و أيضا ما نقدر نقول لك يعني قصيدة معينة، لكن قصائدك دائما سلسة، والحكم إن شاء الله للمشاهدين الحلا واللباقة والوفاء والبهاء والجمال، نبي نسمعها أبو جاسم منك. هذه طال عمرك، الحلا واللباقة والبهاء والجمال، حطن فيك ربي يا حلي الظبي، لأجل عينك يهون الصعب له محال، أنت تامر وأنا لك حاضر المشتبي. الحلا واللباقة والبهى والجمال، حطن فيك ربي يا حلي الظبي، لجل عينك يهون الصعب له محال، أنت تامر وأنا لك حاضر وشتبي. كان كل حسب له بالهوى راس مال، أنت لي راس مال وبالهوى مكسبي. بس وقتي ووقتك ما مشى بالعدال، خان بك في مسيره مثل ما خان بي، ضاع عمري وعمرك بين روح وتعال، لا حصل ما تبيه ولا حصل ما نبي، ضاع عمري وعمرك بين روح وتعال، لا حصل ما تبيه ولا حصل ما نبي، في القمر لي كبر يصغر ويرجع هلال، والعمر كالقمر تدري ولا انت بغبي، وكان حلم بنيته راح مثل الخيال، يخلف الله علي يا الحبيب تعال. يا الحبيب تعبي، صح لسانك يا ابو صح جاسم، بدنك. قصيده جدا، يعني اختيارك لقوافيها واختيارك لمعانيها ما تدل الا على شعريتك، وصح لسانك يا ابو جاسم، صح لسانك. ابو جاسم، قبل الحقيقه لا ننتقل نسمع منك قصيده ثانيه وقصيده ثالثه نبي ناخرها لان الناس معجبه فيها والكثير معجبه فيها، قصيده المرايه، لكن نبي نسالك عن الحداثه، ايش راي فيها، ايش راي شنوف الهرشاني في موضوع حداثه الشعر النبطي؟ كلمة الحداثة أخوي حمد، وللأسف الشديد، إنها أصبحت كالشماعة لكل من لم يعرف الشعر، كتب طقوس وطلاسم لا تفهم وقال حداثة أو تطوير. فالتطوير بالشعر هو إظهاره بما يناسب مفهوم عصرنا الحالي، وليس القصد من التطوير هو التلاعب في ألفاظه أو التحريف في معاني. فالشعر شعر، سواء حديث أو قديم، فالشعر مثل ما أنت عارف، كل الجماعة يعرفونه وكل الشعراء يعرفونه أنه شعر، والشعر السلس اللي يدخل قلب الإنسان ويفهمه، وما يخرج عن القلب يستقبل القلب الثاني، ما في شك، ما في شك. أبو جاسم، حب الجنوب، يعني قصيدة لك ما هي قديمة، تقريبا من قصائدك الجديدة، حب الجنوب. حب الجنوب نسمعها ويسمعها مشاهدنا إن شاء الله. حب الجنوب بريح من راح ونزاح، هب الجنوب بريح من راح وانزاح، وازداد وجدي يوم شميت ريحه، من يوم غاب وراح عني فلا ارتاح،
بالي ولا نفسي بعد مستريح بعد مستريح. هب الجنوب بريح من راح وانزاح، وازداد وجدي يوم شميت ريحه، من يوم غاب وراح عني فلا ارتاح، بالي ولا نفسي بعد مستريحه، ولو راح لهب القلب ممسى ومصباح، وحب تشرب ضامري والقريحة مجمول مدلول زكي ومزاح، يسب الفؤاد ولا يداوي طريحة، بثمان هلي بين شافيه والضاح، بيض اللهن في مبسم الزين ضيحة، بثمان هلي بين شافيه والضاح، بيض اللهن في مبسم الزين ضيحة، يا ما عفى الله يا زمان اللي نراح، أيام يوم من الليالي مليحة، جلست أنا وياه والبال منساح، بس العجوب وغيرها ما استبيحة، أدراه دري العين عن كل فضاح، وارفاه عن درب الخزى والفضيحة الفضيح. واليوم من دونها من البعد مشواح، كل بدربه راح نفسه جريحة، مذكور مني عد ما بارق اللاح، بالخير يوم اني تذكرت ريحة، عساه بالدنيا سعيد ومرتاح، وبالآخرة مني عسى الله يبيح. الزميل والشاعر شنوف الهرشاني، لو سألناك احنا قبل أن نجيب قصيدتك قصيدة المراية، أيوه. لو سألناك عن مفهوم الشعر يعني بشكل عام، شرى شنوف الهرشاني مفهوم الشعر؟ الشعر عموما مثل ما يعرف الجميع انه شعور. اي نعم. والشعور اخوي حمد احساس دفين في جوف كل انسان، ولا سيما بالطبع عند الانسان يحس بما حوله وبما يراه وبما يخالج ذهنه، فيعبر عنه في أي كلام كان. بينما الإنسان الشاعر يترجم هذا كله من أحاسيس ومشاعر لقالب شعري يخرجه للناس، شعر موزون مقفى بقافية سمحة، فتكون هنالك القصيدة. وهذا هو الصحيح، الشعر هو شعور في كل الأحوال، في حاضره ولا بماضي شعر صورة، في وقتنا الحاضر وفي ماضي الأجيال، كل يعبر ما بداخل شعوره. صحيح. هي مشاعر، ما هي إلا مشاعر. صحيح. أبو جاسم، الحقيقة قصيدة المراية لها صدى عند محبي الشعر النبطي، نبي نسمعها من الزميل شنوف الهرشاني إن شاء الله. المراية قرة عيوني رفيع الكون رافعها، قرة عيوني رفيع الكون رافعها، وعن طبع بعض البشر ربي معليها، اختصها في جمال منه وابدعها، ومن كل خصلة زهت بالزين معطيها، حازت جميل الحلا من حد مفرعها حتى كساها البهاء لأسفل مواطيها، حازت جميل الحلا من حد مفرعها حتى كساها البهاء لأسفل مواطيها، واجمل قصايد قصيدي بالهوى معها، من خافي الشوق يدفعني وسويها، حتى غدت نغمة حلوة لسامعها، يطرب لها بالهوى من هو يغنيها، إلها خيال بعيني ما يقاطعها، منين ما روح في عيني يباريها، دايم ببالي تصور لي وتابعها، ولذكر بها ساعة ما مر طاريها، حتى المراية اللي من جيت أطالعها، بدال ما أشوف وجهي شفتها فيها بدل ما اشوف وجهي شفتها. صح لسانك ابو جاسم، صح لسانك صح. ما هي غريبه هالقصايد على شنوف الهرشاني، وشاعر معروف، والحقيقه شرف لنا مشاركتك لنا يسلمك هذه الليله، ونتمنى ان شاء الله التواصل الاعلامي مع الزميل شنوف الهرشاني، ويا هلا ويا مرحبا فيك مره ثانيه ابو جاسم. وبقلبك اخوي حمد، وانا بدوري اشكركم على هذا اللقاء الطيب اللي اتمنى ان شاء الله اني اكون ضيف خفيف فيه، واشكرك واشكر جميع الغائمين في هذا البرنامج، وعلى راسهم الاخ نواف أبو رمية. يا هلا فيك. عدني يا الدنيا بتسأل عن خبر ما به جديد، عشاق ليلة فارقوا صاروا بعيد صاروا بعيد. عدني يا الدنيا بتسأل عن خبر ما به جديد، عشاق ليلة فارقوا صاروا بعيد صاروا بعيد. مرتني يا الدنيا بتسأل عن خبر ما به جديد، عشاق ليلة فارقوا صاروا بعيد صاروا بعيد. مرتني يا الدنيا
بتسأل عن خبر ما بجدي عشاق ليلة فرقوا صاروا بعيد صاروا بعيد لا طاحت نجوم السماء ولا تاه في الظلمة قمر لا طاحت نجوم السماء ولا تاه في الظلمة قمر لا تقف الدنيا وتسأل عن خبر ما به I'm
بقدر أعيش اللي وجه الزمان وزاد لو مهلات لوميني عبس وجه الزمان وزاد لو مهلات لوميني طغى جور الهوى وانهى سنين من صبر واحلام عبس وجه الزمان وزاد لو بس وجه الزمان وزاد لومه لا تلوميني طغى جور الهوى وانهى سنين من صبر واحلام طلبتك كان طلبتك كان اللي في داخلك بعض الغلط اجفيني حر الجفا أهون كثير من الوهم لو دام ترى حر الجفا أهون كثير من الوهم لو دام إلى هنا عزيزي المشاهد نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع. نشكركم على حسن المتابعة ونشكر جميع الأخوان الفنيين الذين تعاونوا معنا ونشكر مراقب مواد هذه الحلقة من قبل ديوانية شعراء النبط الزميل محمد مشعل العجمي ونشكر مخرج هذه الحلقة الزميل نواف أبو رمية. استودعكم الله وفي أمان الله. ونيت من قلبي تلوعت عباد سلبتني قلبي وجرحه سردني أقول قلبي تقول وش عاد قلبك وإن جيت أبخ الحب جرحه فضحني فضحني